عاش أبناء مدينة الجسور المعلقة سهرة رمضانية فريدة من نوعها، تزامنا مع تتويج ناديهم بلقب الدوري المحترف الذي افتقدوه منذ 21 سنة. وكان ختامها مسكا في آخر مباراة لهم هذا الموسم أمام نادي بارادو بعدما اكتفى الفريقان بتعادل سلبي. لكن الأهم بالنسبة لأشبال المدرب عبد القادر عمراني هو تلك الفرحة التي تقاسموها رفقة الجماهير القسنطينية الحاضرة بقوة. والله شعور ما عندوش تعبير، يعني شعور اللي ربما يخليك تعيش أجواء اللي ربما قليل وانت عايشها. ما يخفش عليك هذه 16 شهر هذا الفريق كان ربما منبا، هذه 9 شهر كنا نلعبوا على البقاء، يعني بقينا في القسم الوطني الأول في المقابلة الأخيرة الموسم الفارط، الموسم هذا فزنا بالبطولة، ولهذا نقول باللي هذا نجم نسميها معجزة، ولكن في العمل ما فيش معجزة. شعور لا يوصف الحال، الحلم أصبح حقيقة بطبيعة الحال. فريق شباب قسنطينة تعبنا هذا الموسم، نظرنا على اللقب هذا من الجولة الخامسة، نظن الجميع يشهد في قسنطينة باللي فريق شباب قسنطينة يستاهل اللقب، تعبنا عليه من الجولة الخامسة، نظن الحمد لله اليوم تتويج الرسمي، يوم نتوجوا مع الأنصار تاعنا الأوفية، نظن راك تشوفوا عرس كبير، نتمنى تعم مدينة قسنطينة الأفراح وإن شاء الله ألقاب أخرى إن شاء الله. درع البطولة سلم للاعبي شباب قسنطينة من قبل رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي، والذي كان إذانا بانطلاق الاحتفالات والأفراح بعاصمة الشرق الجزائري سرتة التي تزينت باللونين الأخضر والأسود، وصنع الأنصار لوحات فنية متميزة داخل الملعب. كان شاق كبير والحمد لله نهدوا البطولة هذه للجمهور هذا الكبير، وش بونس الجمهور هذا يسال كل عام كل موسم نلعبوا على البطولات، وان شاء الله نحفظوا الدرس هذا ونديروا اللي علينا ان شاء الله كل عام نلعبوا على البطولات ان شاء الله. الحمد لله يا ربي ما هذا الجمهور هذا سندنا حتى لاخر دقيقه وامننا في روحنا، وهذه هي كما يقول لك جينينا ماتش ماتش، الحمد لله ربي كما يقول لك ما خيبناش. درع البطوله لم يبقى اسير اسوار ملعب حملاوي، بل جاب مختلف شوارع المدينة العتيقة متنقلا بين جسورها ولساعات متأخرة في ليلة ليست كباقي الليالي للقسنطينة.